الجمال بانتظار ضربة البداية في هذه المباراة. من كابينة التعليق سوى فيكم أنا محبكم فارس عوض طيلة أوقات هذا اللقاء. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، أتمنى بأن تستمتعوا بهذه المواجهة. البلوز تشيلسي يواجه فريق إنتر، مباراة مهمة لأي مدرب ولأي فريق للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية، وأيضا فرصة لتجربة بعض الخطط المختلفة. الزاوية جعلت الكرة ميتة واحتاجت إلى مجهود أكبر لتصبح خطيرة على المرمى في رأيي. رود خوليت، أشرف حكيمي، رود خوليت، رود خوليت، أشرف حكيمي، جارينشا، بناء للمحاولة بشكل ممتاز، كرة سهلة بيمسك الحارس. تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. مايكل بالك، إيريك كانتونا، جارينشا، رود خوليت، إيريك كانتونا، فان دايك، ثيو هيرنانديز، مايكل بالك، تيريون ري. شوف المساندة، كرة ملعوبة لجارينشا، حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. كانتونا يتقدم باتجاه المرمى، لكن فرصة لا تستغل بالشكل المطلوب. أشرف حكيمي، فيرجيل فان دايك، ثيو هيرنانديز، مايكل بالك، تيريون ري. إذن دقيقة واحدة محتسبة كوقت بديل. بيلينغهام. هذه هي إذن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. May I please remind you that racism will not be tolerated in any form, and offenders will be removed from the stadium and may face prosecution. إنتر يضرب ضربة بداية الشوط الثاني. فان دايك، إيدر ميليتاو، أشرف حكيمي، تيريون ري، ثيو هيرنانديز، مايكل بالك. الدعم يصل الآن من اللاعبين. توقيت ممتاز في التدخل، إبعاد الخطورة في هذه اللحظات. ممتازة التمريرة العالية. يتقدم بالكرة للهجوم، محاولة تنتهي، الدفاع يستخلص الكرة. Adriano Negri, please come to reception. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. الكرة غيرت مسارها وخرجت إلى ضربة ركنية. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. غريبة جدا من البلوز تشيلسي، فرصة متاحة أمام المرمى والنتيجة 0-0. يجب أن تضع هذه الكرة في الشباك. ثيو هيرنانديز. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. مايكل بالك، إيريك كانتونا. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، عنده فرصة للتسجيل. الله، كرة في المرمى، هدف في التقدم في الثواني الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. تشيلسي يجري ثلاثة تغييرات دفعة واحدة بهذا الهدف. أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. ثلاث دقائق فقط تفصلنا عن صافرة النهاية.
جاكبو. كرة خطيرة في المرمى. يا رب يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. هدف يوزع الفارق مشاهدينا التي وتنطلق الآن الصافرة لتعلن عن فوز البلوز تشيلسي في مباراة اليوم. فوز مستحق، الفريق عرف كيف يسيطر على المباراة وعرف كيف يعزز تقدمه، والكل في الملعب كان يشعر بأن الانتصار قد تحقق فعلاً.